أنا لا أتصور أن يغفر الله لي، لأنه فعلت الذنوب كثير. لا، ربنا غفور، شوف ما قالش غافر، هو غافر وغفار وغفور، شوف شوف صيغ المبالغة. يا ابن آدم لو جئتني بتراب الأرض ذنوبا ثم جئتني تائبا لغفرت لك. طيب تراب الأرض بقى ازاي؟ فنحسب مساحة الأرض، نروح للجيولوجيا ونحسب المساحة بتاع الأرض ونشوفها كام، الطبقة اللي فيها التراب دي كام متر، ونضرب المساحة دي في الأمطار، ونضرب الأمطار دي في ذرات الرمل ولا التراب المكونة للتراب ده، فهتطلع قد ايه؟ هتطلع أكثر تريليون مرة من عدد ثواني عمرك. يعني انت عشت 100 سنة، فيهم كم ساعة؟ اضرب في 365، اضرب في 24، اضرب في 60، اضرب في 60 كمان تجيب لك الثواني. العدد اللي طالع اضربه في تريليون علشان يجيب عشر التراب بتاع الارض. يا ابن ادم لو جئتني بتراب الارض، والله ما هو ممكن، ليس ممكنا ان تجاهر ربك بالمعصيه كتراب الارض ولو اردت، لان الزمن لا يكفي، زمنك لا يكفي، ولو عشت 1000 سنة زمنك لا يكفي. واحد عايز يعصي ربنا كل فيمتو ثانية، يقيم على المعاصي كل فيمتو ثانية، في النهاية مش هيعرف يجيب 1 على تريليون مما أنبأنا الله أنه لو أتى به لغفر له. احنا بنتكلم مع مين؟ ده ربنا. قال فإن كان كذلك فأنا لا أتصور أن يغفر الله للناس في ليلة واحدة. لا يا حبيب، ده في لحظة واحدة، لأنه أمره بين الكاف والنون، كن فيكون على طول. ولو أن ابن آدم وقفوا في صعيد واحد، عددكم كام يعني؟ 7 مليار وقف كده، انت وقف صعيد واحد كده، وطلب كل واحد منهم حاجاته. كل واحد بقى لما يعرف كده يطمع، اللي يقوله اديني ملك الارض، واللي يقوله لا 10 امثال الارض، واللي يقوله لا 100 مثل الارض، واللي يقوله طب اغفر لي ذنبي. فاعطيت كل واحد حاجته، ما نقص ذلك من ملكي الا كما ينقص المخيط يدخل في البحر. هو في ايه؟ اعرف ان ربك واسع واسع، وأنك لا شيء، أنت كالعدم ولا حاجة، أنت ولا حاجة على فكرة، هذه الحكاية. ولأنك ولا حاجة وربك واسع، احترم نفسك أمامك. خليك كويس.